نشاهد الآن فيلما تسجيليا بعنوان خوارج العصر. الأديان والحضارة والإنسانية، أعداء الحياة، ومصر تدرك مقاصدهم وتعرف نواياهم. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة. ومهما تخفوا في عباءات الدين، ومهما خدعوا الناس برفع الرايات السوداء والصفراء، ومهما ادعوا واستشهدوا بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، الأدعياء كاذبون، ضالون ومضللون، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بعذب الحديث. وأمرنا تبارك وتعالى أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين. يعني الأصل الإنسان يقاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى أنها في حاجة إلى هذا الأمر. يجتزئون الآيات من سياقها وصدق مبتغاها كي يضلوا الناس عن دينهم ويحرضوهم للخروج على قادتهم وهجر مجتمعاتهم. وتثبت الأيام ووقائع الأحداث وجه الإرهاب الغادر وجنوح أتباعه للتطرف وتكفير المجتمعات وإباحتهم للقتل وسفك دم الأبرياء وتخريب المنشآت والمرافق وإشاعة الأكاذيب ونشر الشائعات وبث الخوف والرعب والفوضى. وكم حذرت مصر العالم من شرورهم وسوء مقاصدهم وخطورة أهدافهم، وكم نوهت إلى أن الإرهاب لا دين له ولا قيم، وأن أتباعه لا أخلاق لهم ولا وطن. إنهم أعداء الإنسانية جمعاء، ولا بديل للعالم إن أراد أن يحيا آمنا عن قتالهم والقضاء عليهم واستئصال فكرهم المتطرف والتصدي لفعلهم الإجرامي. فالفكر الذي يعبرون به الحدود متخفين ويستوطنون به البلاد في خلايا وجماعات نائمة، سرعان ما يتحول بأيد غادرة آثمة إلى قتل للأبرياء بدم بارد وهدم لمظاهر الحضارة بجهل ظلمي أسود ونشر للرعب والفزع بين الآمنين من العباد دون حق أو جريرة ذنب. إن الإرهاب إذا ترك حراً يسقط الدول واحدة تلو الأخرى. ويروع العباد بالقتل والتعذيب كي يدفعهم لمغادرة بلادهم وهجرة أوطانهم بحثا عن النجاة. الواحد بيبيع صار داره أو غراض بيته أو تتجر بيته، لما يعني بيبيع أولاده مشان إنه يوصل لهون. هو
دمرونا، نهبونا، شتونا. ابن خالتي ذبحوه. ما تشكي خونا عن يدي كان ما بون ما لين ما تقول ما نافيا ما حدينا فاندر. ورغم أن الإرهاب قد جعل مصر في الآونة الأخيرة وجهة يقصدها وأرضا يسعى لاستيطانها ليعمل في أرجائها كل شر، يفتت قوتها ويضعف شوكتها، إلا أن مصر قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية أعلنت منذ اللحظات الأولى عقب قيام ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو أنها في حالة حرب ضد الإرهاب. بطلب من المصريين طبعا يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين، ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر أواجه العنف والإرهاب المحتمل. شبكات إرهابية تسللت عبر الأنفاق المظلمة خلال عام أسود من حكم الجماعة الإرهابية، وأوت إلى شعاب الجبال وشقوق الوديان كثعابين سامة أرادت الالتفاف لتمزيق أوصال مصر وتحقيق حلم الخلافة المزعومة. ويخطئ من يعتقد إمكانية المساس بأمن مصر. ضرة الله في الأرض. وعلى ذلك أقسم رجال القوات المسلحة والشرطة أن يزودوا عن ثراها المقدس. العالم وخريطة التطرف التي تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة. دول ظلت لعشرات السنين تنعم بالأمن والاستقرار وتتمتع بالرفاهية والرخاء والازدهار. جاء اليوم الذي لم يستثن فيه الإرهاب أحدا، ولم يفلت من غدره مجتمع ظن أنه آمن أو محصن. لقد تفجر الإرهاب في كثير من دول العالم واستشرى خطره حتى طال الدول العريقة في الحرية والديمقراطية. وهنا أدرك العالم حنكة مصر وحكمتها، وتيقن من صدق نيتها وعمق خبرتها وأهمية الأخذ برؤيتها في ضرورة المواجهة القوية والحازمة للإرهاب في شتى صوره وأشكاله. We need a president that shows the courage that Egypt's president al-Sisi did, a Muslim, when he called out the radical Islamic terrorists who are threatening the world. أما في مصر فتتواصل الحرب على الإرهاب بإرادة قوية واثقة في نصر الله، فكانت أكبر عملية عسكرية لمقاتلي الجيش والشرطة. العملية الشاملة سيناء 2018، والتي شهدت أضخم تجميع قتالي لأبطال مصر براً وبحراً
وجوا، وجاء الرد موجعا. عشان افهمكم ان انتم اشراف وابطال ورجال وعظام ان شاء الله. ان شاء الله هنيجي نحتفل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل على خوارج العصر. ويصطف المصريون جميعا خلف القيادة السياسية كالبنيان المرصوص، يقهرون الباطل ويواجهون الأزمات، وينطلقون لإعمار مصر وحل مشاكلها المتراكمة بفكر ثاقب وجهود خلاقة وآمال وطنية كبيرة وسط مناخ آمن ومستقر. ويبقى خيارنا الوحيد أن نقهر الإرهاب ونخطو فوق الصعاب لنبني مجد مصر. ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.